يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص في العمرة أخبره آخر بأن تغطية الرأس بالإحرام غير جائزة، فقام هذا المعتمر فغطى رأسه ثم أنزل الغطاء ويقول لا أعلم بهذا الكلام ولم أسمع به حيث إنه جاهل بالحكم. يقول شخص في العمرة أخبره آخر بأن تغطية الرأس بالإحرام، وهم غطي الرأس يعني، نعم، بأن تغطية الرأس بالإحرام غير جائزة، فجعل الإحرام على رأسه ثم أنزله وقال لا أعلم بهذا الكلام ولم أسمع به وهو جاهل بالحكم، فما الواجب عليه؟ يعني ما عمره حج ولا اعتمر هذا، ما يشوف الحجاج كلهم كاشفين رؤوسهم، هذا كلام إما أنه مغالطة أو أنه ما عمره حج ولا اعتمر وجاهل بهذا الأمر، والجاهل يعلم يبين له هذا ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الذي قصته راحلته ولا تخمروا رأسه، مع أنه ميت قال لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، دل على أن المحرم لا يغطي رأسه. وبعض الصحابة يقول أضحي لمن أحرمت له، نعم.